هلو كي جيتو، هاو ار يو؟ عاملين ايه؟ ازيكم؟ النهارده من كتاب كونكت بنكمل مع بعض يونت 1، هناخد ليسون 2. يا ترى بيتكلم عن ايه صحابي؟ لسه في موضوع الالعاب. هنتعلم النهارده حاجه جديده. لما تحب تقول لحد انا اقدر العب اللعبه دي، تقول له اي كان، يعني انا استطيع. اي كان، قول ورايا I can، يعني أنا أقدر. I can يعني أقدر. I can. البنوتة دي بتقول I can jump، أنا أقدر أنط لفوق. I can jump. أنت طبعا بتعرف تجري، ممكن تقولي I can run، أنا أقدر أجري. يبقى I can معناها أنا أقدر. To express ability، نستخدم الكلمة دي للتعبير عن القدرة. To express ability للتعبير عن القدرة، يعني انك تعرف تعمل حاجة. صاحبتنا قالت I can jump، انا اقدر انط. فصاحبها اللي جنبها قال لها برضو I can jump too، انا كمان اقدر انط ايضا. I can jump، انا اقدر انط. عنوان درسنا It's Sports Day، إنه يوم رياضي. It's Sports Day، إنه يوم رياضي. Let's exercise، يعني يلا نتدرب. الميس بتقول للأولاد Let's exercise، يلا نتدرب. وفعلا يا صحابي كل واحد خرج منهم وبدأ يلعب لعبة. أول حد قال I can jump، أنا أقدر أنط. وراح ناطط زي ما انتوا شايفين كده، وهو بيقول I can jump، انا اقدر انط. فصاحبه جري وراه وقال له I can jump too، انا كمان اعرف انط. I can jump too. دول اول اتنين معانا. في بنتين كمان خرجوا. اول واحدة قالت I can kick a ball، انا اعرف اشوط الكرة. I can kick a ball، اقدر اشوط الكرة. صاحبتها خرجت وراها وقالت I can kick a ball too، انا كمان اعرف اشوط الكرة برضو. I can kick a ball too، انا برضو بعرف اشوط الكرة. يبقى كده اصحابنا كلهم خرجوا عملوا ايه؟ واحد اتنين عملوا jump، واتنين عملوا kick a ball، شاطوا الكرة. jump يعني نط، برجلين الاتنين لفوق وينزل تاني. kick يعني شوط. ولما تحب تقول انا اقدر اشوت او انا اقدر انط، قلنا نستخدم كلمة ايه؟ I can، انا اقدر. I can jump، I can kick a ball. زي ما احنا شايفين لسه اصحابنا مكملين لعب. صاحبتنا دي بتقول I can skip. skip يعني ايه؟ فاكر الفيديو اللي فات قلنا skip يعني نط الحبل. شايفين هي بتنط الحبل اهي، فبتقول I can، أنا أقدر skip، أنط الحبل. فصاحبتها قالت لها well done، برافو، أحسنتي. لما حد يلعب لعبة حلوة وانت عايز تقوله برافو أو شاطر، ممكن تقوله well done. well done، احفظها well done. فالبنوتة دي قالت I can skip، أنا أقدر أنط الحبل. صاحبتها قالت لها well done، أحسنتي أو برافو، لأنها لعبت حلو جدا زي ما احنا شايفينه يا صحابي. طيب الولد اللي تحت ده بيقول I can run، هو بيعمل ايه؟ بيجري. شايفينه شاطر قوي وسريع، فقال I can run، انا اقدر اجري. I can run، انا اقدر اجري. حصل حاجة بقى، صاحبنا الصغنون ده جاي يجري وقال I can hop، يعني انا بعرف انط على رجل واحدة. شايفين الحركة دي؟ I can hop، انا اقدر انط برجل واحدة. لسه صاحبه اللي قدامه ده بيقول له I can climb، يعني انا اقدر اتسلق، بس ملحقش، كان هيقع. قال له I can، وكان هيقع. لكن بيزي بي جت جري بسرعة عشان تطمن عليه، فراح قال لها Thank you بيزي بي، شكرا يا بيزي بي. I can climb، انا عارف اطلع، انا عارف اتسلق. climb يعني يتسلق، فكر الكلمة دي. فقال لها ايه؟ I can climb، انا اعرف اتسلق. وبكده بتكون خلصت الستوري بتاعتنا. وده كان ايه؟ كان يوم رياضي. It's sports day، كان يوم رياضي. It's sports day، كل الاولاد لعبوا العاب حلوة خالص. كل واحد قال انا اقدر اعمل
حاجة معينة. في اللي قال I can hop, I can skip يعني أنط الحبل, I can jump, I can climb أقدر أتسلق. أنت بقى قولي بتعرف تعمل إيه واكتب لي في الكومنتس تحت. قولي I can كذا أنا أقدر, وقولي اللعبة اللي أنت بتحب تعملها أو بتعرف تعملها. خلاص هستنى منك الكومنتس بتاعك. هتكتب لي كده I can, I can يعني أنا أقدر, واختار لي اللعبة اللي أنت بتحبها واللي أنت بتعرف تعملها. تمام؟ I can دي كلمة I can, أنا أقدر أنا أستطيع. تعالى عندنا لعبة مهمة دلوقتي, مدينا جمل وبيقول لنا وصل كل الجملة بالصورة بتاعتها. أول جملة معانا I can hop, I can hop أنا أقدر أنط على رجل واحدة. فين في الصور دي صورة ولد بينط على رجل واحدة؟ ها I can hop يقفز على رجل واحدة, أنا أقدر أنط على رجل واحدة. برافو, آخر صورة دي الولد ده بينط على رجل واحدة. يبقى هنوصل أول جملة بآخر صورة. طيب تاني جملة I can run أنا أقدر أجري, أنا أستطيع الجري. فين في الصور الولد اللي بيجري؟ I can run أقدر أجري. برافو, أول صورة. يبقى نوصل جملة I can run بأول صورة, الولد ده بيقول I can run. تالت جملة I can climb أنا أقدر أتسلق. فين في الصور حد بيعرف يتسلق أو يصعد؟ شاطر, برافو. الصورة التانية picture 2, يبقى هنوصل جملة I can climb ببicture 2. طيب يلا نلعب لعبة تاني. انا هسمعك كلمة وقولك فين الصورة بتاعت الكلمة دي. اول كلمة معانا ball, ball فين صورة البال في دول؟ ها برافو, الاخيرة دي الابيض في اسود. اول صورة معانا بن ده قلم, بن يعني قلم. تاني صورة apple يعني تفاحة. تالت صورة ball يعني كورة. يبقى هنشاور على صورة التالتة ball. فين صورة الولد اللي بيعمل جامب؟ جامب يعني يقفز, جامب يعني يقفز. فين اول صورة؟ برافو, لان اول صورة الولد بيقفز برجلين الاتنين. جامب يعني يقفز بالرجلين الاتنين. هوب ينط بس برجل واحدة, فاكر اللي ينط لو نطيت برجليك الاتنين يعني انت كده بتعمل جامب. طيب يبقى هنا هنحط دايرة او هنشاور على الولد اللي في اول صورة. تاني صورة بيعمل ايه؟ كيكا بول. طب تالت صورة بيعمل ايه؟ كلايم بيصعد. تالت كلمة معانا ران, فين صورة الشخص اللي بيجري؟ ها اول صورة البنت بتعمل ايه؟ لو شاطر تقول هوب. برافو, سمعتك, هوب يعني بتنط برجل واحدة. طيب تاني صورة البنوتة بتعمل ايه؟ ران بتجري. برافو, يبقى هي الصورة دي. تالت صورة الولد بيعمل كيكا بول بيشوط الكورة. يبقى كلمة ران نوصلها بصورة 2 او نعمل دايرة على الصورة 2 البنوتة اللي بتجري دي. يلا نلعب لعبة كمان. البنوتة دي بيقول لنا انها بتقول I can run ولا I can hop, انا اقدر اجري ولا اقدر اقفز. بص كويس هي بتعمل ايه, بتنط برجل واحدة. اللي ينط برجل واحدة يبقى اللعبة دي اسمها ايه؟ هوب. برافو, يبقى نحط صح عند كلمة I can hop, هي بتقول I can hop انا اقدر انط برجل واحدة. طيب الولد ده بيقول I can kick a ball ولا I can jump, ها بيعمل ايه هو؟ برافو, kick a ball بيشوت الكورة. يبقى نحط صح عند كلمة عند جملة I can kick a ball انا بقدر اشوت الكورة. يلا نكمل لعب. بيقول لنا look and check right or wrong يعني ننظر ونحط علامة صح او خطأ. اول كلمة مع اول جملة معانا I can jump, قال يا صحابي البنوتة دي بتعمل jump؟ لا غلط, دي بتعمل run بتجري. بقى نحط هنا علامة wrong خطأ. جملة 2 البنوتة دي بتعمل skip, هي بتقول I can skip. skip يعني ايه؟ ينط الحبل. برافو, يبقى هنحط رايت لان فعلا هي بتعمل سكاب, هي بتقول I can skip. جملة 3 I can climb,
البلد ده بيقول I can climb، والصورة فعلا هو بيعمل ايه؟ climb، برافو. يبقى هنحط برضو علامة right، صح. جملة 4 I can run، I can run. الصورة دي الولد بيعمل run؟ لا، بيعمل jump، بينط. يعني هنحط هنا غلط، لان الجملة دي مش مظبوطة مع الصورة. هي بتقول I can run والولد بيعمل jump، يبقى هنحط هنا علامة wrong، خطأ. طيب كده بنكون خلصنا درسنا النهاردة اللي اتعلمنا فيه ألعاب كتير، وتعلمنا ازاي نقول انا اقدر، يعني I can. عايزيكوا بقى يا صحابي دلوقتي، عايزيكوا تحت الفيديو هتلاقوا كلمة سبسكرايب، دوسوا عليها، وبعد ما تدوسوا عليها هتلاقوا كلمة لايك، وبعدين اعملوا شير لو حبيتوا الفيديو، عايزين تشاركوه مع اصحابكم عشان نقدر نكمل. ده كمان جروب على الفيسبوك لو حابين تنضموا، واشوفكم الحلقة الجاية.